أنا نمروا لعملية السويس. اللي هو كينظم المقاطعات ابتداء من المادة 216 اللي كيتقدمها القسم السادس اش كيقول مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات. إذا الجماعات اللي عندها نظام المقاطعات بحال الدار البيضاء الرباط فاس وطنجة إلى آخره هاد المدن اللي عندهم هذا النظام فهذا النص الخاص هو الذي يطبق. اليوم شفنا الانتخابات ديال الرئيس واللي تم كذلك انتخاب ديال المكتب تم التصويت على المكتب الجديد. على العموم الاجراءات اللي دازت في الانتخابات هي دازت اجراءات عاديه ملي كنتكلموا على تطبيق النص القانوني والمذكره الوزاريه فيما يخص التدبير عاد تم كل شيء الانتخابات دازت بشكل عادي، ولكن العرض ديال النقطه ديال انتخاب المكتب هو اللي كنا ضده لانه من الناحيه القانونيه كان هناك نص قانوني خاص اللي هو الماده 243 اللي كتكلم على تنظيم الخاص بالمقاطعات. السيد العامل دار نص 21 اللي كيتكلم بالنظام العام في 113 114، وبالتالي حنا كنشوفوا على انه بالنسبه لانتخاب الرئيس صحيح ما كانش مشكل، ولكن انتخاب المكتب النص القانوني 243 فيه اشكال كيقول بانه ويستمر المكتب في الممارسه ديال الاشغال، اذا كتخص المكتب ما يتنتخبش يبقى المكتب القديم. يمكن كاين خلل في القانون ولكن هذا يعني بانه كتخصنا نطبقوا هذا النص اللي هو النص الخاص. لا، الحكم القضائي فقط عاين داكشي اللي قال الرئيس غير صحيح. الحكم القضائي فقط عاين بان هناك انقطاع ديال الرئيس وقرر على ضوء ذلك العزل ديالو. ما تكلمش على حل المكتب. الحكم القضائي رجعوا ليه ما كيتكلمش على حل المكتب، كيتكلم على الرئيس فقط. الا بغينا نرجعوا للتطبيق ديال القانون كتخصنا نرجعوا للمواد المتعلقه بالمقاطعه. ملي ما لقاوش في المقاطعه عاد كنرجعوا للقانون العام اللي هو ديال الجماعه. بعض الفصول يحيلون بعض المواد تحيل على القانون العام، ولكن ملي كيكون عندك واحد النص قانوني 243 كيتكلم على انه المكتب يستمر فهذا يعني بانه المكتب خصو يستمر في العمل ديالو، والانتخاب ديال الرئيس راه تم بشكل سليم. لذلك حنا صوتنا بالرفض على القضيه ديال الانتخاب ديال السلطه. معارضه النص الخاص بالدستور او كاين قاعده امره كتجعلنا انه ما نلجؤوش للنص الخاص.